ونطلبوا الهداية للجميع إن شاء الله أن تمر مباراة الغد بين الجزائر والمغرب مرور الكرام، وأن تكون في إطارها الرياضي الكروي الأخوي وفي روح رياضية كبيرة، سواء فوق المدرجات أو على أرضية الميدان، وأيضا في وسائل الإعلام الجزائرية والمغربية. نبقى دائما أمة واحدة وننتمي إلى دين واحد، وهو دين الإسلام، دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عفوا لي المنتخب الوطني في مباراة المغرب والفوز بحول الله تأهل إلى مباراة نصف نهائي هذه البطولة كأس العرب.